السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد، ودائما على قناة شروحات للمعلوميات. في درسنا اليوم إن شاء الله سنتعرف فيه إلى حل مشكلة يتعرض لها الجميع، وهي اختيار تحقق من الأمل كيف تريد تأكيد هويتك. هنا يعطيك أمرين مهمين. هذه العملية كما قلت تظهر لك عندما تقوم أو باختلال بعض الأمور المتعلقة بالفيسبوك أو بعض الأشياء، فتظهر لك هذه الأخيرة يطلب منك أن تقوم بالتحقق من هويتك. كما ترون يعطينا خيارين. الخيار الأول إرسال الرمز الأمان إلى هاتفك، هذا إذا كنت قد قمت بوضع رقم الهاتف، وهذا ضروري حتى تستطيع استرجاع حسابك. الآن سنقوم بالنقر هنا على إدخال تاريخ ميلادك. كيف ستعرف تاريخ ميلادك؟ يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى متصفح آخر، ويمكنك فتح حساب جديد أو حساب قديم تتوفر عليه، ثم بعد ذلك تذهب إلى الملف الخاص بك، ثم بعد ذلك سيظهر لك تاريخ ميلادك كما تشاهدون الآن. نقوم بتحميل تاريخ الميلاد، ثم نذهب إلى هذا الأخير، نقوم بالنقر هنا، ثم نقر على متابعة كما تشاهدون الآن. يعطيك إدخال تاريخ ميلادك 1 كما ترون، جوان، ثم هنا 1990. جيد، ثم ننقر هنا على المتابعة. كما تشاهدون لقد تم حل المشكلة، لقد أوشكت على الانتهاء. ننقر على المتابعة. جيد، كما تشاهدون الآن قد قمنا بحل هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير من الإخوان، ثم ننقر على نعم. هنا يعطيك بعض المتصفحات وكذلك التوقيت الذي قمت بالدخول إلى حسابه. كما تشاهدون تم الأمر بنجاح، شكرا على وقتك وتحقق من تسجيل الدخول. جيد، الآن ننقر على متابعة. وجيد، وبهذا نكون قد قمنا باسترجاع حسابنا عن طريق تاريخ الميلاد الذي طلب منا أن نقوم بإدخال تاريخ الميلاد. فعندما يتم عمل أشياء غريبة على حسابك على الفيسبوك، تظهر لك هذا الأخير يطلب منك أن تقوم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بك حتى تتمكن من الدخول إلى حسابك من جديد. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك على قناتي حتى يصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعة. إلى دروس قادمة إن شاء الله.